السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر الهاجم. عضو المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني ملا باختيار استبعدت المحكمة الاتحادية هوشار زيبالي، وإذا تمكنت أيضا من تفعيل قرار نفط الأقليم فهناك احتمال أيضا أن يستبعد الأخ ريبر أحمد من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأن تصدر قرارا بعدم قانونية فتح باب الترشح للمرة الثانية، فإنهم رويدا رويدا سيحدون من صلاحيات وسلطات الأقليم ويحشرونه في قالب مصير أقليم كردستان أمام مجموعة من الاحتمالات الخطيرة.